يا ربي ارزقني ببيع الخرفان اللي عندي وقف. يا رب ما رجعت بتبو ولا خروف عايزة اكل عيالي. يا رب ارزقني كده بجنينة حلوة اكلهم منها. هنا بقى جنينة حلوة اهي. اقفوا بقى كله وانا ارتاح تحت الشجرة دي. ايش يا حمام؟ الا وقعدتوا كله هنا علشان ورانا مشوار كبير. لما انت كريم يا رب رزقتني بجنينة حلوة ارزقني بقى ببيعة حلوة. ايه الخرفان الجميلة بتاعتك دي يا حلوة؟ اهي دي يا اختي بقى الخرفان المناسبة لنا قوي. شكلها خرفان متربية على الغالي. ايوة كلوا كلوا واسمنوا كده وبقوا حلوين. هم دول بقى لو خدنا دمهم هيزبطونا احلى تظبيط. بيعملوا احلى اكسير حياة يا اختي. بس احنا الوقت عايزين نخلص من الولية اللي بترعى الغنم دي. تعالي تعالي بس اما نخش عليها دخلة سلمية الاول. بقولك ايه حلوة؟ ايه ده ده انتو مين وراسكم عاملة كده ليه وفين ايديكم؟ انت بتركزي في حاجات غريبة قوي. اصل احنا توأم ملتاسك. ده منظر توأم ده؟ انتوا اشرار. بقولك ايه حلوة؟ انت بتبيعي الخرفان بتاعتك دي؟ اه. بتبيعي الخرفان بتاعتك دي حلوة بكام؟ ده 2000 جنيه. طب بقولك ايه بقى؟ احنا معناش فلوس وعايزين الخرفان دي كلها. لا ما ينفعش. جيبوا فلوس وبعدين هبقى اديهولكم. حرام عليكم دي خرفاني انا عايزه اكل ولادي. ما احنا هناكلهم. احنا ناخد الدم بس وخد انت اللحمه. احنا مش عايزين الصوف ده كتير قوي علينا. هو ده اللي نقدر نديهولك. ادينا الخروف وخد انت الصوف. حرام عليكم سيبوا خرفاني. الخرفاني ده انا غلبانه معي. معكيش ايه يا ستي انت؟ ده انت معاكي خرفان بالهبل. طب دي الوقت دول اللي انا مربيهم بس. انا بس عايزه فلوس علشان اكل ولاد. وبعدين معاكي بقى انت هتتعبينا ولا ايه؟ شكلها كده هتتعبنا يا اختي. احنا الظاهر لازم نستخدم العنف بقى. وكفايه السلم ده اصلي ما بحبوش. لمي معانا الخرفان دي. ايوه هات الخرفان. بسم الله الرحمن الرحيم. فاه يا اولاد الصداع اللي في الصرع ده. يا اختاه ايه اللي بيحصل ده يا بنت؟ ايه يا ماما هم عايزين يخطفوا الخرفان بتوع الست دي ليه؟ دول وحشين قوي. مش عارفه يا بنت. لا لا الا الله الست بتعيط. خرفاني يا حبايبي رحتوا مني يعني؟ اجيب فلوس منين دلوقتي لعيالي؟ أرجوكي بلغي الشرطة. انت شفتيهم هما بيسرقوا خرفاني. انت الوحيدة اللي انت شايفاهم. يا حبيبتي اهدي يا حبيبتي هبلغ لك الشرطة. حاضر اهدي يا حبيبتي. ماشي ماشي بس المهم ارجعولي خرفاني تاني وحماري. يا حرام دي غلبانة قوي يا ماما. اه والله يا زوزو يا بنت غلبانة ومسكينة. لا اله الا الله. اهي الشرطة جت يا ماما. الحمد لله يا بنت تيجي تنقذ الست دي عماله تعيط من الصبح. صعبت عليا قوي. تعالوا ننزل لها بقى. الشرطة الحقوني الحقوني رجعولي خلفاني. ايه اللي حصل يا ست انت؟ اهدي شوية انا مش فاهم منك حاجة. الساحرة ام رزين خطفت الخلفاني وعايزة الدم بتاعهم. ايوه يا حضره الضابط انا شفت كل حاجه. معقول الكلام ده يا جماعه؟ هما مشوا من هنا يا حضره الضابط. الحقهم بسرعه انا عايزه خرفاني. حاضر يا فندم. اهدي ان شاء الله هرجع لك خرفانك. اجري يا اختي خلي الخرفان يا حبيبتي. تاني عندك انت وهي. انتوا اتنين ولا واحد ولا انتوا ايه بالظبط؟ اقفوا عندكم.
في حاجة يا باشا؟ الله، انت طلعت لنا منين؟ ده بانه بينزلوا من السماء يا اختي. بس كفاية، انا بهزرش معاكم، نزلوا الخرفان دي على الارض فورا. يا خرفانة يا باشا، في حاجة؟ دول احنا بتوعنا وكنا رايحين نشويهم عشان ناكلهم. بقول لك نزلوا الخرفان دي على الارض انت وهي بدل ما نفجر دماغكم. خلاص يا بيه، لا تفجر ولا نفجر. دي خرفانك يا ست. خرفاني حبايبي، اخيرا رجعتوا لي تاني يا خرفاني حبايبي. خرفانك ايه يا ست انت؟ ده خرفاننا بتوعنا يا باشا. الست دي ناس صعبه وبتضحك عليكم. بس يا جماعه انتوا هي اصبروا، انا هجيب الشهده دلوقتي وهي اللي هتحسم الامر. هم دول اللي سرقوا منها الخرفان. ايوه حضره الضابط، هي البتاع المراسون دي. ده يا اخويا، هو ده بني ادم زينا ولا ده انسان آلي؟ والله تكون صداحه صحليه براسين. ده سمسون يا ماما، سمسون كبير براسين. يا حبيبة ماما، يلا يلا مبروك يا ست الكل، خرفانك رجعت لك. الحمد لله يا رب، خرفاني رجعت لي الحمد لله. متشكرة ليكي قوي. دلوقتي بقى هعرف ابيع براحتي. دلوقتي بقى انتوا الاثنين قدامي على الشرطة، يلا على اسم البوليس حالا. واحنا من اللي بيخشوا الاسم يا باشا. استني يا ست، استني عندك حالا. اقفي بقولك. يا منطقة كريمة يا رب، شفتوا بقى يا اولاد ان اللي بيعمل حاجة صح ربنا بيقف معاه ازاي، وبيقف مع الغلبان اللي ما بيجيش على حد ابدا. بحبكوا قوي يا اولاد، عايزاكوا تنزلوا تعملوا لايك وتضغطوا على الزرار اللي سابعه لفوق، وكمان تضغطوا اشتراك على القناة، واللي عايز يدور على قناتنا يكتب العاب جديدة او عالم طمطم وتوتا. واشوفكوا في حلقة جديدة، ما تنسوش تكتبولوا رأيكم في حلقات يا بنات على صفحة الفيسبوك. يلا مع السلامة.